متى يا كرم الحي عيني تراكم؟ متى يا كرم الحي عيني تراكم؟ واسمعوا من تلك الديار نداءكم. أمروا على الأبواب من غير حاجة، أمروا على الأبواب من غير حاجة لعلي يراكم أو أرى من يراكم. سقني الهوى كأسا من الحب صافيا، سقني الهوى كأسا من الحب صافيا، ويليته لما سقني سقاكم. حرمت بيك نعاسي يا ميرة الريام، وبحت بيك ناسي وصرت لك غلام. وسال دمع كاسي عشت بلا طعام. الوحش جار علي يا الغربة، الوحش جار علي وحرم عني المزار. تصفر العشية نتفكر الديار. يا ربي توب عليا بعد عني الغيار. نتوحش الحبايب خوفي من الرقيب، ويمسق البدايب من شدة اللهيب. الحبايب راني مسيت غريب، حبي عامل بيا يا الغربة، حبي عامل بيا ارماني للقفار. تصفر العشية نتفكر الديار، حين تصفر العشية تفكر الغزال.
أيلي والغاني ربي أيلي أيلي واش نعمل واش المعمول واش من حيلة تنفعني معاك حراز حكيم من الحجاز قاصد الغرب على البراز قاري جردابية ديال الرومان الزقيا فيم معلم كاد من الحكيم قاري علم التنجيم كيحكو شجاعا في الرزاق معلم في حرب النساء ومبلي بالطاسة وجالبات والقعدة بين البنات ولعبهم طول الحياة شاف مدون وقريات خاصة وغزالة عنها يدور فتش المدين والدشور حين وصل لزمور صاب بنت ضريفة عذرا وباهية ولطيفة العود كتخبل تصيح معاه بالحجازي شغال الشمس صايلة بيهم عن جمع الريام عياط الغرب مع الكلام بنت 18 عام في عمرها عذرا مخنترة في صغرها عندي كبرة في كل يوم مات ولا تيق عني صبرة منين جا الحراز مطور بالشكال باعوها الوحساد كاي حسدوني في هلال العياد وعمل عنها الرصاد في القصر سكن بين الواد والبحر تملك بزينها وملكت الغزالة الهواوية حكم عنه مير زينها وضفر بالحراز عمل الرصاد على المقاز أمنه الصغالية كيف جرى بين الحشيق وعويشة والحراز حراز حكيم أيلي أيلي والغاني ربي أيلي واش نعمل واش المعمول واش من حيلة تنفعني معاه غابت عني تاج البكار سبع أيام فقدوا الخبار أصبح عندي بالشار جاو بشرني بخبار الغزال عند الحكيم من المقاز من جالانا للغرب بالسحر رصدها في داخل ملكته بالزين والشامة والعين الكحلة مع الثغر وانا نتطور قلت ليه جميع اصحابي طيار نفترقوا عن تاج البكار نعجب بيه دا عطات ليه الوجباب محاربة نريخ صايل المغاربة وزولت الجلابة ودرت كسوت قاضي كتاب دايرو في البدا تصبح صرافي ميلي الحياة كسلوك الفضة زدنا القصر ندخل رصادك يقولوا جاي بيا حكيم وخرج حراز الريم قال لي واش عنا بك يا مغربي انت انا قلت ليه انا قاضي البلاد جيت نستبرك منك يا حكيم نطعمك في حق الكريم تجي عندي للدار للضيافة وهو وقال لي أم اعتزلي من أمنشي في بعض الزلام واكلكم عني حرام أنتي قاضي خداع روح في حالك سير عليا وش بحالك هكذا يكون القاضي هماز دخل قصر وكمبز أمن هويس غالية كيف جرى بين العشيق وعويشة والحراز واش تعمل واش المعمول واش من حيلة تنفعني معاه حر
الراس مطور بالاشكال وانا نرجع له بالحيال. صاحب سيدي رحال جبت عشرة بقطاطي صايلين البقى رجليهم طايبين وجمعهم مشعولين والبنادر عشرة متسخنين احنا جدابين كاملين. مشينا للقصر نتقول رصادك يقول وتجاوب يا حكيم وخرج حراس الريم كن جن مطور عينيه كيدورو في راسو الزتليه. سلمت عليه غفل كل ما رد عليا شي سلام قلت في قلبي هذا حرام. جذبت عليه وقلت ليه قل مرحبا بأهل الكمال تعرف سيدي رحال جدنا انتي يا جيتي لغربنا لازم نوريوك دخلنا للدار او كرمنا بنت زاد مسكر لي ليس جاوبني عن هاد القوال من بعد تلفت لي وقال هذا ابوك مرحال واش نبي ولا مرسال جاب ليكم مدباد الحيال انتو ما في عشرة طوال وبتعطيكم كيف الكبال حدشكم ختال جابكم اللحمية دار الرصاد قال كرموهم بالعكاز فلتانا بين الغراز امنوس غالية كيف جرى بين العشيق حراز والاخر مولوع بالمشي على رجليه واحد مولوع بالصلاة والعبادة وانا مولوع بغزالي نشكر فيه واش نعمل واش المعمول واش من حيلة تنفعني معاه حراز رهيب قديم فات حكيت فعالو للبنات قالوا لي يا الخدات يا العاشق نمشي ومعاك في رباعة بطناش من البنات غير الخدات الفايزات تلاتة مولوعات صايلات بنقط الكمال جات تلاتة عودات حافظات الآلات على التبات تلاتة طرارات حافظين قصايدهم والبيات وتلاتة رقصات كيسلبوا من كان قديم تاب شايب بي ولي شباب ينسى شيبو قلت ليهم هذا هو النزول هاد الحيلة هي الدخول قامت لي الباتول لبسني كسوة مدابو الحرير وانا باقي شباب وصغير لا الحياة لا شرم كنا عضرا بغلق قبل الصيام فناها الهوى والغرام العيون صرادة الخدود ورادة والشفايف لوين لحفت بحايك المحربل قالوا البنات يا الشيخة زيدي قدامنا سميناكم ويامنا. امشينا للقصر نتقول رصادك يقولوا تجاوب يا حكيم خرج حراس الريم قال فيني هي الشيخة انت اقتنى وقلت ليها انا هي يا حكيم قلت لو جينا لك من فاس يا حكيم تعز الناس لزهو نقط مع الكاس دوا هو وقال لي انت يا حصلة جاية عندي بمحلة روحي شوفي شي قشلات بيتك يا بنت الزغبية انتي يا وطناش خصكم تباخ وخباز كل حارة ذا قراز امن وزغاليه.